فكان نفسي في انثى تقدر قيمتي وتقول لي بالحرف الواحد كده ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني. فالست دي قالت لي كده، حسيت معه الامان، والامان هذا وطن اي ست في الدنيا انه تلاقي الامان، ما مهم الارض والوطن، المهم تلاقي بحضن جوزها الامان. نحن ما كناش ندي فرصة للأجيال اللي جاية تتعلم إزاي تختار شريك الحياة، يبقى ربنا هيحاسبها. طبعًا. خبرة السنين لازم تتجمع عشان ندي سلة للناس إن إزاي تدور تعمل مع حد، لو اللي أنا عملته ده هترفع رجلها هتلاقي تحت منها كنوز سليمان وأنا ما بحبهاش وهي ما تستاهلش ده، والله ما أنا عامله. الحياة بقى لها شوي صغيرة وبتخلص عندي وعنده. طبعًا. فهنستمتع بكل ثانية أنا وهو. وعجيب كده. في لحظة رومانسية قلتيه. هو مجنون وأنا مجنونة أكتر منه. يا غالية. يا ندرة. ايوه وانت بتعرف كل مره ببوسك بعدها بوسك بالراحه تمام.